اشتغل هو مع مطربين كتير وكبار طبعا، مين كان أقرب حد ليه؟ أو مين اللي كان الست بيتجلى معاه؟ ام الست كلثوم طبعا. طبعا، والست وردة الله يرحمها، يعني دول كانوا اكتر اتنين قريبين منه. بمناسبة الست أم كلثوم، معانا برضو جزء بسيط كده صغير وهو بيتكلم فيه على أم كلثوم وبيحكي حكاية حلوة أوي، اوكي اسمعها. كلثوم عارفة ده كويس، وكمان متواضعة جدا 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 جدا. لما اخش البيت عندها، الفلاحة اللي عظيمة جدا، والعادات بتاعتنا ما فيش لا تعالي ولا غرور ولا حاجة أبدا. بس هي كانت تملي تعكسني، يعني كانت تقف لي على آخر درجة في السلم كده، وأنا أجي بقى إيه، ما فيش صوت في البيت غيرها، أنا أطلع والبواب يوصلني يقول لي أنا هوصلك، فأفاجأ إن البواب ده راجل عجوز ويقع مني في الزهريات اللي تحت دي. فهي طبعا بتضحك واقفه لي على اخر سلمه فوق كده. فانا لما بطلع يعني عارف، بطلع بنشاط شديد جدا واروح مغبوط فيها. تقول لي ايه ده؟ مش تفتح؟ ولا فتح ايه؟ بقى ده كلام ابو كلثوم، مش انت عارفه ان انا جاي؟ ونضحك وبعدين نقعد ساعه ما تاخد العود هي وانا ونخش الاوضه مخصصه لذلك، كل البيت ما تسمعلوش صوت ولا يبان، ينزلوا من الدور اللي فوق ده على تحت في المكان اللي فيه الجنينه والحاجات دي. يعني البيت لما تيجي ام كلثوم تغني هين وما يعرفوش هتغني هين وتايه، ولا حتى الصحافه الا يمكن لما نبتدي البروفات. دلوقتي في ناس بتغني في الصحافه الاول، يخلوني قاعد كده ويقول لك اهو مش واخد باله، ويروح واقف هنا ويروح متصور. تاني يوم في الجرائد اكتشف مش عارف مين، سيد مكاوي المطربه او المطرب اللي اسمه مش عارف ايه. طب يا ابني مش لما تغني الاول حاجه زي كده. وكنا تملي نعاكس بعضنا. حتى انا مره رحت في البروفات وانا ام كلثوم دي، هي بتصحى بدري يا اخويا الساعه تقريبا 8 ونص و9 تكون بتغني في الاستديو، وتغني ايه يا بخت اللي يسمعها الصبح، يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه. فاستمريت على الحكايه دي يجي 10 ايام كويس قوي، ان انا اصحى بدري كده وبالليل بقعد اشتغل بالليل، يعني اقعد اعدل في اللحن واغير كله، لان كنت بسجل البروفات من اولها لاخرها واخدها معايا، وبالليل اسمع واراجع نفسي واغير حاجات واستبقي حاجات. فبص تلاقي مره رحت متاخر كده الساعه بين 11 ونص، بفتح اكره الباب بتاع الاستديو بتاع الاذاعه ده، لقيتها بتقول طالت ليام تعالى لي. قمت لها بس ما حدش يتكلم معايا، انت عارفه بقى ان اللي جاي سايق والاشارات صعبه جدا. وتخش تلاقي في معانا نياتي اسمه سيد سالم. ام كلثوم بتقول له، هو يتهته بقى في الكلام، ام كلثوم تقول له ايه يا سيد الجمله دي سريعه شويه في الناي، يقول لها ايه، قص قص قص، تقول بس خلي ده في الناي بقى. كل الحكايات لذيذه، واضح ان علاقته بام كلثوم كانت علاقه قويه جدا جدا مميزة جدا جدا. جدا وليهم جدا. يمكن صور، هنشوف صور كمان كتير جدا جدا مع بعض، كانت بتجمعهم في مواقف مختلفه وفي احداث مختلفه. وهو كان بيقول انه هي يعني قربته منها جدا، لدرجه انه في الفتره الاخيره من حياتها هو كان يعني الشخص اللي مسموح له يروح ويشوفها وهي تعبانه وهي صحيا مش قد كده، و مسموح يروح من غير ما يتكلم في التليفون ويستأذن. يعني كانت بينهم علاقة كويسة جدا، وبينها وبين والدتي كمان. كمان